أنت قبل شوي قلت أنه عددت المعادن، بعدين قلت الألمنيوم، بس الألمنيوم بقيمة، يعني كأنك قلت أن عندنا ألمنيوم ولا عندنا، فما عارف أن عندنا ألمنيوم يسوى ولا ما عندنا. طبعا الألمنيوم هو شيء كذلك من أهم المعادن المستقبلية، لأن ويوجد عندنا في بين في منطقة القبين منطقة القصيم وحائل في تكوين اسمه تكوين الزبيرة ومنجم البعيثة، المنطقة محدودة، يعني بين البعيثة والزبيرة، هي المنجم في البعيثة ولكن التكوين اسمه الزبيرة، يمتد من القصيم إلى حائل، وفي كميات يعني كبيرة تؤهل لمشروع كبير جدا. الزين عبد الله في مشروع الألمنيوم إننا أوضحنا كيف إن الرؤية المملكة للتعدين هي تعظيم قيمة الثروات، قيمة ثروات المملكة العربية السعودية التعدينية. التعظيم جاء في الألمنيوم مثال ممتاز جدا، من تقريبا 40 أو 50 مليار في الأرض فقط بنينا استثمارات من المنجم من الحجر إلى إنتاج صفائح السيارات، والآن سيارة الرانج روفر أو هيكل الرانج روفر هو من أحجار المملكة العربية السعودية. يعني حق يعني السيارة الألمنيوم حق رانج روفر من البعيثة؟ والله أغلبها يعني قدسها. نعم صحيح. يعني من البعيثة إلى رانج روفر؟ من البعيثة إلى رانج روفر ينتقل في 40 مليار استثمارات من البعيثة إلى رأس الخير، وفي رأس الخير فيه 4 أو 5 مصانع. يعني القيمة مهب في نفس المعدن، بس في التصنيع اللي صار في رأس الخير، في التصنيع وكذلك في مده بالطاقة. المملكة العربية السعودية طبعا لما التعدين يحتاج الألمنيوم يحتاج إلى طاقة كثيفة جدا، يعني تقريبا كل كيلوغرام واحد 15 كيلووات. يعني بكهرباء واجد، يعني من أضخم أو من أكثر المعادن كثافة لاستخدام الطاقة، لأنه فصله يتم عن طريق مصهر، والمصهر كهربائي ويعتمد على الطاقة في ذلك. فبناءه لما تحديه كذلك تم بني الاستثمارات كبيرة، فبدأنا في الاستثمارات، بدأت فيه معادن ذيك الأيام، ولكن التحدي كذلك جاء في كان معنا شريك كندي الألكام من أكبر الشركات، وفي أزمة 2008 تغير، وبعد ذلك جت الكوا كشريك من أكبر شركات الألمنيوم في العالم، شركة الكوا الألمنيوم الأمريكية. وبهذه الاستثمارات 40 مليار والخبرات يتم تطوير جلب الحجر وتنقيته في البعيثة، ثم مصنع الألمونا يسمى اللي هو مصفات للبوكسايت، ثم ينتقل إلى المصهر الألمنيوم، ثم مصهر من 4 مليون اللي تجي من البعيثة يطلع تقريبا 800 طن من المصهر، ينتقل إلى مصنع الدرفلة العلب الصفائح العلب المشروبات، ومصنع آخر لصفائح السيارات، وكذلك عندنا بنوا أو عندنا إعادة تدوير، فكل الألمنيوم السكراب الألمنيوم يعاد تدوير في هذا المصنع. يعني رأس الخير ما هي بس ميناء، يعني عندنا يعني زي ما عندنا الجبيل وينبو عندنا رأس الخير، يعني عندنا رأس الخير طبعا، بس ان رأس الخير فيها مصانع الفوسفات ومصانع الألمنيوم كبيرة جدا، ومصانع الألمنيوم وهي كذلك كبيرة جدا، وكذلك محطة رأس الخير المزدوجة للكهرباء التي فيها طبعا التحلية وفيها إنتاج الكهرباء لهذه المشاريع. وهناك كذلك الآن ولله الحمد الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تدير المدينة استطاعت أن تجذب العدد من المشاريع التعدينية والمعادن إلى رأس الخير.